ازيك يا آية؟ ازيك ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ يلا هاتي الاختبار الثامن. يلا يلا كراي، يلا بينا. لا اقرأي راس السؤال الأول. أكمل الجمل بما بين القوسين. برافو، عايزين نعرف ايه من الأقوال. الطول التالي الثالث جمال بعدها. الماسي ميس. أنا ما عنديش كتاب. ليه ما عجبكش الكتاب؟ انتي مش في بيت؟ في البيت. طيب كتابك فين؟ مش لاقياه ولا ايه؟ طيب ماشي، حاولي كده تقراي من على الماتيريال اللي قدامك، كبريها شوية، خلي رودانا تكبرها لك شوية. انت قاعدة معلقة على التليفون؟ طيب كبري، اعملي زوم على الماتيريال. خلي رجينا تعملها لك يا ايه، قولي لها كبري لي الشاشة شوية. أسنان، تيس أسنان، و و تي ف... لطيف. التالي، وأول حاجة، تاني حاجة إيه؟ تي رأيك أس كده؟ هاتي حرف حرف يا أم. و وقي وقي لأ، اقرأ حرف حرف. ماشي. حاضر. استعدي حرف حرف يا إيه؟ و و و وثق. دي وثق. واثق. يبقى الكلمات اللي ما بين الأقواس كلمة التالي وكلمة عرض وكلمة أثناء وكلمة واثق. يلا بينا نقرأ المثال رقم واحد. ماشي. كبر السوق. التمييز. لا تاني تاني، اقرأي تاني. التو مي ايزو التلميذ. برافو، المو ج مج هيز مجه هي د مجه المجتهد. المجتهد. نقط في نا نج نج في من، مش في من من نا ج نج هي ال ال ت ت يا نجاحه. انا اخترنا منها الثانية. التلميذ المجتهد نقط من نجاحه. عايزين نختار ما بين الكلمات اللي قرأناها كلمة تناسب المعنى ده. ماشي. انا اختار الاخير. الكلمة الأخيرة اسمها إيه؟ و شق. برافو، ما شاء الله. ماشي. اتنين. أستمع إلى هم
معلماتي ب معلمي معلمي ب تي ما معلمي دي معلمي مش معلمة. معلمي ب تي ما باهتمام برافو. في نقط شرح الدرس عرض برافو. نختار عرض ازاي عرض بقى؟ عرض لا مش دي ثاني لا لا، عرض ما تنفعش. احنا ماشي لما المعلم بيشرح بالدرس ماشي ثانية أسناني غلط ال ت ت لها اثناء اثناء. الله أسماء أسماء شطورة. الحسن اللي بعد اللي بعدها رقم أربعة يو 3 بقى، احنا كده حلينا 2. أي أس ما ت نت ما ت ب بي نقط ال ت حيرة سحرة في استمتعتوا؟ استمتعت ال مش حاسة ازاي استمتعت نقط استمعت بي نقط. ها، في نقط ال ت الس حيرة الساحر. الساحر هم. برافو. استمتعت بعرض الساحر في حفل المدرسة. برافو عليك. يرمح يلعب أربعة. أنا بقرأ يو يا يم ما يم يم يوم السا ب أسبات هو يوم السبت. يوم السبت هو لا يا لو هو هو نقط. هو نقط لا لي يا لي و لي و مي لي يمي يوم ال جو مو الجمعة برافو. يبقى يوم السبت هو اليوم الايه؟ فتختاري ايه؟ عندنا غير كلمة أسباب برافو، شطورة يا ايه. صف طيب، نشاط باء. اقرأي رأس السؤال يا جميلة. مش عارفة أقرأ اكتب مضاد كل كلمة، يعني الكلمات اللي قدامنا دي هنجيب المضاد بتاعها. يعني ايه المضاد؟ يعني الكلمة وعكسها. يلا ماشي بينا نقرأ. واحد. نص غير أصغر أكبر
أصغر شمس من أصغر عكسها إيه؟ أكبر أكبر. برافو، أكبر. ها، قرأني المثال بقى الشمس بتاعها. أكبر في الأرض. برافو. 2 ضعف، ضعف ايه؟ الضعف اللي هو الإنسان الضعيف. ها، عكس الضعف الإيه؟ قوة، برافو. عايزين نقرأ المثال بتاعها؟ قوة ت ح ت ح ال نحت الصخور. نحن تستكون ال سو ج الصخور ر يو يح تي ج يحتاج ال برافو. إلى إلى القوة. برافو دكتور. نحت الصخور يحتاج إلى قوة. برافو عليكي. 3 يذهب لا، نقط رؤية تاني. عادت. برافو عليكي. عادت عادت عكس عادت ايه؟ عادت لا، دي عادت. أحيانا عكس عادت ايه؟ أحيانا عكس أحيانا العودة. لا، عكس العودة ايه؟ رحيل 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 لا، مش رحيل، عكس العودة. تعرف عادت معناها ذهبت، عكس العودة بقى ايه؟ عكس عادت رجعت. رجعت اه، رجعت سما سلمى. سما إلى المدرسة. إلى المدرسة. ماشي السؤال اللي بعده. اللي بعده رقم رقم 4. قريب قريب قريبة. أكثر بعيدا برافو. نقرأ المثال بتاعها. كده من إلى هذه النجوم. هذه النجوم بعيدة بعيدة جدا عن الأرض. برافو عليكي. بعد كده طيب، عايزين نقرأ أقول النشاط جيم. بيقول اختار اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين في الأمثلة دي. عايزين نختار الإجابة الصحيحة. يلا اقرأي. 1 الخامس هيا يا ايه، خلصت كتابك؟ أهلا وسهلا.
ميس ميس، ايوه يا حبيبتي. بقولك معلش اللبسة صعيب. طب ما تحطي الشاحن فيه. حطيت طيب ماشي، يلا قراي رقم 3. رقم ما ثلاثة. شاطرين. رقم 3 هنختار من ما بين القوسين. القوسين ماشي. قراي رقم 1. نقط جا يج لس يجلس جو جر جو در مش مش جوارك زوارة زوارة جا هو في في ايه ال فصل الفصل روز. حازم حازم ماشي، عايزين نختار حازم كلمة تناسب السؤال ده. ما فا مس مس متى؟ مس نعم، نعم يا روحي. لك لسه تقولي ايه؟ هو لسه علي صوتك شوية. ايه صوتك بيقطع يا حبيبتي؟ انا مستمعاكي، صوتك بيقطع يا حبيبتي. هو اقرأي اللي ما بين الاختيارات يا حبيبتي. جميل جميل لسه متى؟ يا آية صوتك بعيد يا حبيبتي. ميس بس كنت حتى داخلة لسه كنت ميس يلا كراية يا ايه ما بين الاختيارات يا حبيبتي. ماذا في كده ما فيش ماذا اللي بعد متى، هل واللي بعد هل ايه كلمة ايه؟ اللي بعد هل في هل في من؟ من يا حبيبتي من؟ يبقى تختاري كلمة ايه؟ برافو. من يجلس بجواره من يجري بالفضل هنقول حازم. برافو عليك. طيب السؤال الثاني، ميس نعم ولسه كم ساعة الحصة تاخد احنا لسه في بداية الحصة يا روح. انت زهقتي؟ امال بتسألي عن الوقت ليه؟ لسه كم ساعة بس احنا لسه في اول السيشن، لحقتي تزهقي كده؟ لا دي اخر سيشن، اخر سيشن. آخر سيشن وتاخدي الاجازة بقى. أجازة كم يوم يعني؟ انت عايزة أجازة كتيرة؟ لا مش ايوه كده، عشان انت هتوحشيني.
لو قرأتي كويس هديكي إجازة حلوة. بس انا يلا قرأي كويس عشان تاخدي إجازة جميلة. بفهم كويس. من ماشي. بي م من م ما يا لا دي مش من نحن نحن نحن، برافو عليك. ايه يا اي ده اي ده أيدينا. أدينا يا أدينا ده ده مي ده جميلة جميلة دائما. دائما أنا صار أيوة. ما بتنساش طب اقرأي الاختيارات الأول. تغسل أغسل. نغسل يا أغسل هتختاري إيه يا سكر؟ نغسل برافو عليك. ورت. عشان لما نيجي نحمي من الكلمة اللي بعدها يكون فعلا برافو يا شطورة. جميل يا أيقويا. ثلاثة يا نقط قمر. أبي نقط أبي من ال ميس انتي خليت الصورة تطلع كده 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 أكبرها لك شوية، أكبرها لك شوية. لا انا شايفاه من ابي من ال سافر السفر مو أصفر. مون ز مون منذ. منذ قليل وصل يصل وصل. وصل 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 هتفضل وصل أبي ماشي، عايزين نقرأ الكلمتين اللي بعدها. هي وصل صح. يا يصل اللي بعدها يصل برافو. اللي بعدها يصل الثالثة. التالتة بقى التالتة بقى يا فين التالتة أهي. سيصل سيصل تقريبا اهي، ما سيصل تعمليش بس على البورد. اهي يصل سيصل ساي. ها سيصل سيصل سيصل. احنا طبعا نختار وصل. طيب كراي يا سكر رقم 4. سنيمس سنيمس ماشي يا روحي. والله اللي بعديه يلا بينا. ما صار المسار لا يا ايه، اقراي كويس يا زكر. رأي تاني على بعضها. نستهج حرف حرف يا جميل. ماشي ماشي يا روحي. المي مس ريون المصريون القدماء المصريون القدماء برافو. الآن الأهرامات الأهرامات ماشي. تبني غلط برافو. يبني
نبني نبني نبني. يا ابني ده لسه مضارع، احنا عايزين حاجة في الماضي. اقرأي بس كده التالتة. بنا بنا برافو، هتختاري ايه؟ قمر. بنا برافو ايه يا شطور. بنا ايه بنا ايه يبقى بنا بنى المصريين والقدماء الأهرامات. طيب عايزين السؤال الثالث، نقرأ رأس السؤال الرابع، رقم نشاط حي باء. حي لا ما حل حلل. حلل الكلمات حلل الكلمات كلمات إلى ميم مقاطع. بلا مقاطع صوتية برافو، عايزين نحلل أول كلمة. اقرأي كده ألف أول كلمة. ونون ألف ألف ولام ونون مع بعض طيب اقرأي بس الكلمة الأول قبل ما نحلل. ها، أو طو النشاط دو النشاط دو هناخد ألف ألف واللام والنون مع بعض والشين لوحدها لا والشين الشين لوحدها لا، مع بس يا ايه، الالف واللام مع بعض ماشي، والشين لوحدها، والشين والياء مع بعض، والدال لوحدها، عشان الشين حرف قبلها، الشين حرف مشدد، فتاخد الحرف اللي بعد، يبقى ماشي الالف واللام وبعدين النون لوحدها، وبعدين الشين والدال لوحدها، وبعدين الدال هتفك نفسها مرتين اتنين، هيبقى الدال لوحدها برضه. طيب الكلمة اللي بعدها، ماشي لا الكلمة التانية، ما احنا قلنا النشيد. الكلمة التانية بقى كلمة ايه؟ أسبوع 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 ما ألف 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 وشي مع بعض برافو، والباقي لوحده الباء والواو مع بعضه. الباقي والواو مع بعضهم والعين لوحدها برافو شطورة. ثلاثة. المدرس لا رأي تاني يا قمر. المديرة لا ما فيهاش تاء مربوطة، اقرأي التاني كمان مرة. المدير المدير. برافو شطورة. عايزين نحلل كلمة المدير لمقاطع صوتية، نحللها ازاي؟ ألف ولام مع بعض برافو والميم لوحدها برافو. والياء لوحدها والياء ولام مع بعض الدال والياء مع بعض، وبعدين حرف ايه الاخر؟ حرف والحرف الراء. برافو يا ايه شطورة. طيب الكلمة الرابعة، غرفة. خليها لي غرفتها غرفات غرفات غرفتها، يعني الأوضة بتاعتها والحجرة بتاعتها. عايزين نحلل كلمة غرفتها، هنعمل إيه؟ هنعمل غرفتها العين والراء مع بعض ماشي تمام الفاء ماشي. الفاء والتاء مع بعض لا الفاء لوحدها والتاء لا لوحدها. والتاء لوحدها والهاء والألف نبض مع بعض صح؟
برافو، الغين والراء مع بعض، والفاء لوحدها والتاء لوحدها والهاء والألف مع بعض. برافو عليكي يا شطورة. ماشي، الصفحة اللي بعدها. برافو يا آي. طيب عايزين الصفحة اللي بعدها. يلا يا روح، يلا يلا بينا. عايزاكي تقرأي الفقرة الآتية التالية. ماشي. ب ص ت ر ب، مش الصفة مش باين. طائر، طائر، ب بق بقصير بقصير بق البطريق، البطريق، من اشا ما اشبه 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 أشهر اشهر اشهر ال هي الكو كو كو في دي كي. الكائنات التي تعمل التي اي اي كراي حبيبتي، حب حب التي تعيش. التي تعيش التي تعيش تعيش في القطب الشمال. حبيت قلبي اقرأي اللي عندك على الماتيريال، ما فيش القطب الشمالي مكتوبة، نقرأ اللي عندنا ايه. ب ي ن بتبين ب في ب بيئة، ب ب بيئة باليدين. اقرأي بقى من أول السطر تاني، مش عايزاكي تغلطي تاني بقى من الأول تاني. يلا يا قمر. ها البطريق طائر طائر تاني البطريق ايه؟ طائر. طائر البطريق ايه شهر أشهر الكائنات التي تعيش في منطقة جليدية في بيئة جليدية الجليد، في بيئة الجليد. في بيئة في الجليد و ايش؟ بيئة ها وجسام وجسم وجسم جسم صح؟ ال ايوه برافو. بي ف البس رويق البطريق البطريق يستعد راف يستعد على على راف ال تك تك كيف التكيف راف التكيف مع بيئتها راف الماهية لا تاني، استهكي حرف حرف يا ايقول. ها دي لم ايه؟ دي لم الف. لا دي مش الايه، دي لم الف لوحدها، مفيش قبلها الف. وهنطقها ازاي؟
بقى هنطقها ازاي؟ ليه ليه؟ ايه ليه ايه بس ايه لام مع لام الف هنقراها ازاي؟ ليه ايه؟ ها ليه ايه؟ نلدم بقى في الحروف اللي بعدها. دي ايه؟ لأن في كمان حرف. لأنها لانه. برافو عليك. مغسلين مغطى. مغطى مغطى ما غطى دي بجد لا تاني. بجد ها هجي تاني. دي جم بجلدن. بجلدن بجلدن على جلد ايه يا حبيبتي؟ لسه ما قرأناش الكلمة اللي بعد جلد. ها كل ده سميك سميك برافو. يعامل على عا يعمل. يعمل على ها برافو عليكي. ال ج ما يعمل ازا على ايه؟ ميس نعم. هي لسه كام ساعة؟ نعم. لسه كام ساعة؟ لسه قدامنا شوية. 10 دقايق. يلا اقرأي يا جميل. ها؟ احنا كنا واقفين فين؟ طبعا ما احنا شفت واقفين هنا في السطر التاني، اخر السطر التاني. يعمل على عزم. عز الجسم جسم من الثلج الثلج و الماء 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 هي اقرأي تاني. يعمل على جسم. عزل جسمه عن ايه وايه؟ البرودة لا انت ما بتقرأيش الا على الثلج مدد المقال. الثلج الثلج و الماء البرد لا برضك انت ما بتقرأيش الا على الماتيريال. يعمل على عزل جسمه عن ايه وايه؟ الثلج وايه تاني و ايوه الماء كده اقرأي. الماء الماء. اقرأي كده اللي على الماتيريال، ما تقرأيش من حاجة مش موجودة من على الماتيريال. ماشي؟ السبع ولديه. ولديه ولديه ريش برافو. لونه أبيض و برافو. أسود برافو. يسعى على لا
اقرأي تاني حرف حرف الألف. يساعد. يساعد ها عزل على ال ايه الاخ تي ب الاخطبوط لا، ايه اللي دخل الاخطبوط في الدبل فود؟ مساعد على ايه؟ البطريق اه، ايه اللي البطريق دخل البطريق في الـ في الـ في اللي انت بتقولي عليه ده؟ الاخطبوط. الآن الأخ تي ب بار الاختبار الاختباء. الاختباء كم كم من متى جم كما أن طبعا أن له جناحين يساعدنه على إيه؟ على ال الشب سبي السباحة برافو. و ب ع د وبعض ال ها، ال ب ت ريك البتريك يو يوم البطاريق. ال ايه وبعد الاول البطاريق، بعد بتقفيق البطاريق جمع بطريق، بطاريق. بطريق يو يمكن يم نو يمكن يمكن تاجي ايه؟ ميس أنا مش عارفة مش شايفة المداري مطير من غرواش ميس المطير من غرواش ميس مطير من نعم، غرواش المطير من غرواش مغلوشة. مش شايفة عشان أقرأ كده تمام، لا بر كده تمام. مش شايفاها خالص ازاي وهي مش شاعرة عندك؟ خلي رودينا تشوف لك، تشوفها لك كده، يمكن انت ماشي كبرت الصورة شوية. لحظة يلا ظبطتيها؟ أو ماشي، يلا. أنا خلاص فين فين كنا واقفين في آخر سطر. آخر شهر صغير خالص ده اللي هو ده، وبعض البطاريق. بطاريق على يمكنها 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 على ال تي الانزلاق. ال تي ج السج الانزلاق. الانسلاك و ال مه المه الماء كنا المه الانزلاق على ايه؟ على الثلج تحاولي تقرأي اللي عندك على الماتيريال. اللي انت بتقرأيه ده مش موجود في الماتيريال، أنا ركزي كنت اي شوية. فين شايفة العلامة الحمراء اللي انا حطها، السهم الاحمر ده تحتها على طول، على ايه؟ على ب بس ما بسهولة لا، اقرأي تاني. بي و بي تو. بتو
بيتو مش بيتو نو ني بتونها تونها في تفوق فوق قا فوقه فوق الجبال بشك لا بشك طويل الجليد 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 بشكل طويل ظريف طريف ظريف نا نش نسى نا ما تو متمطط نستمتع استمتع ج ج جم يا جما جم جدا ميس 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 أنا مش شايفة المتاع